إلى البصرة، ومواطنون يحتجون على رفع الجسر والمنفذ الوحيد لهم الذي يربط منطقتهم في مناوي لجم بشارع الوفود دون توفير البديل بحسب كلامهم، مما ولد معاناة كبيرة وبالأخص للطلبة والأطفال بعبوره. خلونا نتابع. اليوم طبعا باشرت لجنة حل رفع التجاوزات في مدينة البصرة، إزالة بعض التجاوزات خصوصا القائمة على هذا المشروع الرابط على شارع الوفود، لكن الملفت هو إزالة هذا الجسر الرابط ما بين مجمع سكني يقل يعني خلف هذا النهر أكثر من 70 بيت بحسب أقوال أهالي المنطقة، وتم إنذارهم لإزالة هذا الجسر خلال 72 ساعة. اليوم تم رفع الجسر، عزل المواطنين خصوصا طلاب المدارس ما بين الضفتين. نلاحظ العوائل حاولت وضع بعض قطع الحديد لتستطيع العبور، أما المركبات بقت في ذلك الجانب منقطعة بشكل كامل، خصوصا مع بداية الموسم الدراسي. هنا نلاحظ مدارس الأوحد النموذجية. استياء المتابعين كان واضحا من تعليقاتهم إليكم، بعضا منها على منصة فيسبوك. علي الأسد علق: جسر تجاوز تم إنشاءه من قبل صاحب الأرض الزراعية لغرض ترغيب المواطنين بقطع الأراضي التي تم بيعها لهم، يعني القطعة من سعرها 20 صار سعرها 70 مليون، وهذا الخلل يتحمله صاحب الأرض. محمد جواد علق: وجسر مدارس الأوحد هل سيتم رفعه أم يترك؟ نتمنى أن تكون العدالة بمكافحة التجاوزات واضحة، لا محاباة طرف على آخر. قتيبة صالح علق: هي أصلاً لبيوت زراعية، لو تجي للقانون ما يجوز البناء عليها سوى بيت واحد. أعتقد لكل دونم زراعي، بس شنسوي بالتجاوزات؟ مشكلة.